بالنسبه لتثبيت الحمل، لو تتذكروا خدنا في حلقه اسم الله الرقيب ما ذكره الشيخ زروق في لما قال قراءه اسم الله الرقيب 7 مرات، وعالم كبير 7 مرات على بطن الحامل يكون من ضمن أذكارها، يا إما تقول يا رقيب يا رقيب يا رقيب 7 مرات، أو الرقيب 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 7 مرات، وإن شاء الله يثبت الحمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتم حملك على خير، وترزقي بالصالحين والصالحات الأبرار إن شاء الله. اللهم أمين.